مرافقكم وراء الميكروفون صوت سمية اللي كيتمنى لكم إن شاء الله لقاء طيب وممتع والله يوفقنا كاملين. حاضر معنا اليوم في هذه الفقرة بالوالدين إحسانا دكتور فيصل طاهري أخصائي في الأمراض الباطنية أمراض الشيخوخة والطب الوقائي، والموضوع العريض غادي نناقشوا ونتقاسموا معكم الأهمية ديالو فقر الدم عند كبار السن. هذا الموضوع ما كيعنيش فقط غير الصغار الأطفال الصغار بل كذلك حتى الكبار السن لخصوصية هذا السن ولهذه المرحلة بحكم افتقار العدد من العناصر الغذائية اللي ما كيبقاش كبار السن تيتناولوها. دكتور أهلا وسهلا شرفتينا في بلاتو لالا فاطمة. الأخت سمية شكرا لك على الاستدعاء مرة أخرى وأنا دائما كنجي فرحان لعندكم. هذا شرف لي أنني نتحدث مرة أخرى الأمراض اللي كيعانيوا منها كبار السن. هلا أختك دكتور شكرا ومرحبا بك معنا في موسمنا الجديد. كده لأول جمعة إن شاء الله في موسمنا الجديد وأنت أول ضيف معنا في هذا الموسم هذا إن شاء الله في اليوم مبارك. صباح نور لكم كاملين مستمعينا. فغادي نمشيو جينجل ديالنا بالوالدين إحسانا اللي كتحبوه وكتعشقوه كاملين ومن بعد راجعين غادي نتناولوا الموضوع ديالنا. يعني قبل كنا سريعا ما كنخليوش فتره طويله الجينيريك والموسيقى ديالو لانه كيكون عندنا الموضوع كنبدا مباشره كنناقشوه، ولكن نزولا للرغبات ديالكم الكثيره اللي جاتنا صراحه طلبات على الواتساب قال لك بالعكس بغينا ندخلوا في الاجواء وتنعشقوا نسمعوا هاد النغمات الزوينه لان كتحننا في الكبار وكنتفكروا الوالدين والجدود. فتحيه كبيره لكم طلباتكم اوامر احبائي اي حاجه احتاجتوها ولو بغيتوها ولا رغبتوا فيها الله يطول عمركم غير طلبوها على رقمنا ديال الواتساب اللي دائما هو الجسر النابض بيناتنا 06 20 00 40 04 أو تفعلوا معنا على أرقامنا المعتادة اللي هي 05 22 31 33 33 أو رقمنا الثاني اللي هو 05 22 31 33 33 أو 30 30 00 يعني أرقام سهلة وبسيطة. أنا خليت لكم حيز من الوقت باش تستمتعوا شوية بجينيريك وغادي ندخلوا الموضوع ديالنا موضوع فيه كتير ديال المحطات مهمة وأساسية غادي نتقسموها مع الدكتور ديالنا مشكور فيصل طاهري اللي هو كفاءة طبية أكيد أنتم تعرفتوا عليه في الموسم السابق ما شاء الله عليه من خيرة الشباب ديالنا ديال الأطباء اللي مفخرة لينا ياك دكتور. شكرا لك سمية بالباركور ديالك ككل أخصائي الأمراض الباطنية أمراض الشيخوخة والطب الوقائي واليوم تخصيص يعني التخصص ديالنا غادي نتكلموا على أمراض الشيخوخة ياك دكتور حول موضوع فقر الدم عند كبار السن. أول حاجة بعدا نعرفوا بعدا فقر الدم يعني بزاف كيربطوا فقط غير بالأطفال الصغار يعني فقر الدم أو المرأة الحامل ولكن عند المسن هل فعلا يعاني من مشكل ديال فقر الدم؟ فعلا عندك الحق يا سمية هاد الفكرة شائعة أنه فقر الدم غير الأطفال المرأة الحامل المرأة المرضع بعد نوبتها اللي كتكون عندها فقر الدم ولا المرأة في فترة الخصوبة ديالها لأنها كيكون عندها الدورة الشهرية وفي بعض الأحيان كتنزف بزاف وكيكون عندها فقر الدم. لا هذا مفهوم خاطئ. فقر الدم كيقد يشمل جميع الشرائح ديال السن من الأطفال المرأة الحامل المرأة المرضع والناس المسنين. الأسباب متعددة ولكن كتكون الأعراض مشتركة. إذا فقر الدم ما خصناش نعتبروه مرض. فقر الدم هو عرض ولا لمرض ما داكور دونك قد يكون بزاف ديال الاسباب وحنا ان شاء الله نتحدثوا عليها في هذه الحلقه هذه. صح منتشر بزاف يعني ما بين الاوساط ديال الفئه العمريه المسنه. فعلا هو منتشر بزاف. انا نعطيك الارقام بغض النظر عن الفئه العمريه ففقر الدم كي حاليا المنظمه العالميه للصحه دارت واحد الاحصاء ولقات ان الساكنه العالم كلها 25% منها تعاني من فقر الدم. إذن هذا واحد رقم مهم. هذه جميع شرائح كبار صغار مسنين وكل شيء تماما. هاد 25% 50% منها ناتجة عن سوء التغذية وهذا الشيء شعلا غنطرقوا له في الحلقة. إذن فقر الدم نعم للإجابة على السؤال ديالك فهو مشكل شائع جدا عالميا. طيب هذا اللي يخلينا نطرح السؤال دائما للتوعية وحنا كنعطوا دروس الوعي للمسلمين ديالنا يكونوا على اطلاع معلومات دقيقة طبية. شحال النسبة ديال الدم الطبيعية اللي خصها تلزم تكون عند شخص كبير في السن سواء رجل كان ولا امرأة؟ اختلاف في الجنس. نعم سو نسبة الدم اللي غنقولوا هي كنسميوه احنا الهيموغلوبين. علاش كنقولوا هذا الهيموغلوبين؟ حيت الهيموغلوبين هي واحد المكون اللي كيكون فوق الكرية الحمراء هو اللي كيساعد الأكسجين الكرية الحمراء كتنقل به الأكسجين للخلايا ديال الجسم ولا كان نقص في الهيموغلوبين هي فاش كنبداو نهضروا على فقر الدم. إذا عند الرجل البالغ كيفما كان سنه من 18 لفوق خصو يكون 13 وما فوق.
وما خصوش عاوتاني يكون متعدي بزاف, كاين هذا موضوع اخر. دونك الا كان قل من 13 عند الرجل البالغ من 18 سنه ما فوق فهو عنده فقر الدم, والمراه 12 غرام وما تحت. اذا انت هي اذا عندها قل من 12 ديال الهيموغلوبين فعندها فقر الدم. طيب غادي نشوفوا خليتيها العلامات او الاعراض, ضروري ما خصنا نشوفوا هذه العلامات والاعراض اللي غتكون كثيره وشائعه اللي كدل على انه هذا المسن عندنا فعلا راه كيعاني من مشكل ديال فقر الدم. شنو هي هذه العلامات يا دكتور؟ كيكون تعب مثلا, كيدير مجهود بسيط وكيكون عنده تعب, بعد نوبه ضيق التنفس, البشره الشاحبه, تساقط الشعر, تكسر الاظافر, بعض الاحيان كيكونوا الام في المفاصل, صعوبه في التركيز. هذه كلها كتكون علامات مشتركه ديال فقر الدم. فقر الدم. طيب غادي نخليونا نفهموا اكثر الاسباب. خليتي قلتي اسباب كثيره. طيب شو هما الاسباب الرئيسيه عند هذا المشكل ديال فقر الدم دكتور؟ لكن معنا فاصل اكيد اعلاني خفيف ظريف غادي نتوقفوا معاه, ومن بعد راجعين غادي نكملوا مسامعنا. بغيتكم تنتبهوا تركزوا مزيان شو الاسباب باش ردوا البال, واذا حتى فرصه انكم تطرحوا الاسئله ديالكم الى شكيتوا او مازال ما درتوش تحليله وشنو المطلوب, لانه حنا غادي نهضروا ياك دكتور شنو الخطوات اللي غتجي من بعد الى شكينا انا كاين مشكل ديال فقر الدم. شو خصنا نديروا كارقامنا اللي هي 05 22 30 30 00, او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. اكيد المقترحات ديالكم الاسئله كتهمنا, خليكم معنا بعد الفاصل. اهلا ومرحبا بكم معنا, جمعه طيبه في حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسري لالا فاطمه. تنعاود نذكر الناس يلاه يمكن فقط وشعلت الراديو وبغات تعرف الموضوع اللي كنت نتقاسمه معكم. العنوان العريض ديالو هو فقر الدم عند كبار السن, الاهميه الموضوع اكيد, واللي قليل قله في كنتكلموا على فقر الدم عند هذه الفئه العمريه. مرحبا بكم معنا, منورنا دكتور فيصل الطاهري اخصائي الامراض الباطنيه امراض الشيخوخه والطب الوقائي. دكتور مرحبا بك من جديد. توقفنا في نقطة مهمة اللي هي الأسباب الرئيسية, يعني شو راه يخلي هاد الشخص المسن أنه يعاني من المشكل ديال فقر الدم؟ تماما, قبل ما ندخل في الأسباب غادي نعاود نهضر على النسبة, حيت دابا دخلنا في الناس دخلنا في الناس الكبار السن, هضرنا عامة, دابا ندور على الناس كبار السن. الناس كبار السن خصنا نعرفوا أنه كنعتبروهم كبار السن من 65 سنة فما فوق. في 65 سنة كيبدا ديجا 8% ديالهم عندهم فقر الدم, وهما كيزيدوا في العمر كيوصلوا حتى ل 40% اللي عندهم فقر الدم. وهذه النسبه كتوصل للناس اللي كيوصلوا 80 عام, فكتلقاو 80 عام عند 40% منهم عندهم فقر الدم. السبب الرئيسي هو سوء التغذيه, وهنا كاين جوج ديال الانواع, سواء الكميه او النوعيه. اذا كبار السن في بعض الاحيان كيكون عندهم امراض مزمنه اللي كتنقص من الشهيه ديالهم, ولا بدون امراض مزمنه, هذه سنه الحياه. الواحد فاش كيكبر كتقل الشهيه ديالو. كنلاحظوا عند بزاف ديال الناس انه اللحم ما كيبقاوش يستحملوا اللحم, ما كيبغوش ياكلوا اللحوم الحمراء اللي هي غنيه جدا بالحديد, اللي هو واحد من الاسباب اللي الموارد الاساسيه باش 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 تحميك من فقر الدم. دونك كاين هذه الحاجه حتى هي. اذا قلنا سوء التغذية, وكاين في بعض الأحيان الناس كتاكل باقي عنده الشهية هو كبير, ولكن النوعية ديال الأكل اللي كياكل ما كتكونش ملائمة, سواء كيكونوا بعض الأحيان ما عندهمش اللي يعاونهم اللي يطيبوا, كياكلوا أشياء أكلات سريعة, أشياء اللي ماشي صحية. إذا التغذية هي واحد العامل مهم جدا, واللي كيمثل 50% من أسباب فقر الدم عند كبار السن. حيث هذا هو المصدر خليتيها هي التغذيه اش كناكلوا. طيب الاسباب الاخرى اللي كتكون غير مباشره يمكن من غير هذا السبب ديال التغذيه؟ الاسباب الاخرى عديده جدا, منها واحد الجزء الكبير الامراض المزمنه. الامراض المزمنه غنطرقوا لواحد بواحد. كاين مثلا القصور الكلوي او الخمول, فاش لحد تنع السن في بعض الاحيان الكليتين ما كتبقاش الوظيفه ديالهم جيده, وهذا هو كيسبب فقر الدم. مشكل ديال فقر الدم. عندنا سوء الامتصاص, هذا هو هو عامل من عوامل فقر الدم. سوء الامتصاص في انواع, كاين قرحه المعده,
كتقد تكون هي سبب من عدم امتصاص الحديد، نهضروا على ثاني على الحديد واشياء اخرى حيت ما بقاوش مركزين على الحديد، لانه كاين واحد الشائعه انه غير كنهضروا على فقر الدم كيقول لك خصك الحديد. لا كاين بزاف ديال الحوايج، كاين فيتامين بي 12، كاين فيتامين بي 9، كاين الاسيد فوليك، كاين بزاف ديال المكونات اللي كتدخل واللي كتقد تسبب لنا فقر الدم. اذا نقول واحد المعده كاين التهاب ديال الامعاء ولا المصران، كيكون بعد بعض الالتهابات اللي ما كتخليش الانسان يستفد من التغذيه ديالو اللي يخطا. كاين اشياء بما اننا كنهضروا على الجهاز الهضمي، كاين بعض الاحيان كيكون واحد النزيف ديال الدم غير ملحوظ، مثلا الواحد ما كيبانلوش فاش كيدخل الحمام، هذا ما كيبانلوش انه كيدوز بالدم، ولكن كيكون واحد القطيرات ديال الدم ما بيناش بالعين المجرده، كتبان غير في المختبر وبتحاليل خاصه اللي على المدى الطويل تقد تسبب لنا فقر الدم. هذا فيما يخص الجهاز الهضمي. دابا نقدروا نهضروا على اشياء اخرى. كاين الناس اللي عندهم مرض السكري، مرض السكري كيسبب في سوء الامتصاص. علاش؟ حيت كيكون كسل في الجهاز الهضمي، في الحركيه ديال الجهاز الهضمي، ما كيخليش الجسم ولا الجهاز الهضمي يمتص التغذيه المفيده له باش ما يبقاش فقر الدم. كاين حتى الناس اللي عندهم امراض ضعف عضلات القلب، لي انسوفيسونس كاردياك، حتى هما قد يكون عندهم فقر الدم. يعني امراض مزمنه اللي هي شائعه، اللي شائعه. كاين الامراض، كاين الامراض مثلا لا قدر الله السرطان، سرطان الدم، لي لوسيمي، لي لانفوم، حتى هي تقد تسبب لنا فقر الدم. وكاين امراض لي مالادي انفلاماتوار، الامراض اللي كتسبب التهابيه، منها لي فاسكولاريت، كاين لا بوليرتيت روماتويد. اذا إذا بغينا نبقاو نهضروا راه خصنا الأخت سمية ساعات وساعات، ولكن كما قلتي الأمراض المزمنة كلها تقد تكون سبب ديال فقر الدم. وهنا الأهمية ديال الفحص والتشخيص أكيد. نعم. وبعض الإجراء فحوصات طبية دموية اللي كتوري اتجاه فين غادي. تمام ياك تمام دكتور. تمام. أكيد غادي نحاولوا نتكلموا على شنو النوع الأكثر يمكن شيوع عند كبار السن دكتور، يعني كنعرفوا فقر الدم أو بعض المشاكل في أنواع وفيها درجات، شنو الأكثر نوع يمكن انتشار عند الفئة هذه؟ النوع فقر الدم هو اساسا بون نقولوا بار لي كارونس اون فير، النقص في الحديد هو اللي كيكون شائع كثير عند الناس المسنين. تكون شويه صعيب خطير ولا مره اخرى حسب شنو هي لا كوز، بمعنى السبب. دونك هذه الحديد كما قلنا دابا قلتي قد يكون ناقص عندنا بزاف ديال الاسباب. اذا كنرجعوا دائما كيخص التشخيص المناسب ليتم العلاج المناسب. شنو كيوقع اذا ما كانش التشخيص مناسب؟ كاين هذه الشائعه انه عندك فقر الدم، عندك الحديد، كيبقى الواحد كياخذ الحديد كياخذ، كيقول لك راه كناخذ الحديد وما كنتحسنش، دونك راه ما وجدناش السبب. دونك قد يكون كياخذ الحديد ولكن عنده مشكل في الامتصاص. فوالا اكزاكتومون، غادي نهضروا عليه في العلاجات اكيد دكتور. فغادي نمشيو وجهتنا ستاندر معنا دفعة من الاسئله، وغادي نحييو ساكنه ديال العريش. تحيه كبيره لسي محمد كاول متصل معنا في حلقتنا ديال اليوم. سي محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله استاذه ديانا. اش اخبارك سي محمد؟ لاباس عليك. شكرك استاذه سميه. مرحبا سيدي، مرحبا، شرف لينا نتواصل معكم. ربي يخليك سي محمد، مرحبا. شكرا على الاذاعه المحبوبه. ربي يحفظك، شكرا ليك سي محمد ومرحبا بك. مرحبا بك. بارك الله فيك استاذه ديانا، الله يجازيك بالخير. تفضل، شو السؤال ديالك سي محمد؟ السؤال ديالي الدكتور الله يجازيه بالخير، وقع لي شي اضطرابات مع شي تعصب، ومن ثم ما بقيتش كنعس. شحال في العمر ديالك سي محمد؟ شحال سن ديالك؟ عندي 54 سنة أستاذ. 54 سنة دكتور، عنده مشكل ديال النوم، مابقاش كينعس. عندك شي أسئلة ممكن باش للأسف انقطع الاتصال سي محمد. قال لك وقع له شي ظروف دكتور، ومشكل أنه مابقاش عنده جودة النوم مزيانة، مابقاش كينعس سي محمد. البقية ديال السؤال قطع الاتصال. عاد شنو الاعراض كيحس بهم؟ نعم. قلة النوم عند المسن ايضا هي مشكل كبير. مشكل كبير فعلا، مشكل كبير، وعنده مضاعفات كثيرة متنوعة، ومنها فعلا يقد يولي سوء النوم، يدخل في واحد الشهية ما كتبقاش، اضطراب نفسي. دونك سيتا ان بروبليم، يقد يكون بصفة غير مباشرة يوصلنا للفقر الدم. الفقر الدم. نعم. طيب هنا شنو نصح سي محمد؟ انه يشوف هذه المشكل، ياك يشوف راسه عند طبيب. احسن شيء. انا ما سمعتش الكمالة ديال السؤال باش نعرف نجاوبه. طيب غادي نمشيو ناخذوا فاطمة من وزم. فاطمة السلام عليكم.
سيدة فاطمة معنا مازال من وادزم؟ لا لاباس عليك دايره شويه شي تبارك فاطمة لاباس عليك؟ لاباس فاطمة الخلوطي. اهلا فاطمة مرحبا بك. مرحبا تفضلي لاله فاطمة شو السؤال؟ ربي يخليك ربي يخليك دابا كنت قلت تيقول لك قال لي طبيب عندك فقر الدم. هي دابا قال لي عندك فقر الدم وانا عندي في البطن ديالي دابا دوقت شحال ما تندوق شحال من خطره دوقت شحال من عاد شي شحال من عاد شحال عاد شي دكتور تندوقز تقولوا لي عندك على الاعصاب عندك على الاعصاب وانا دابا عندي الحريق في البطن ديالي في عند ملقان حشاك عند ملقان الشعر وتن عندي الحريق تما انا والبنت ديالي وما عرفتش من هاش انا دابا عاد عطاني الطبيب ديالي شي تحاليل نهار الاثنين غنديهم لي دابا ما عرفتش انا من هاش وقالوا لي عندك فقر الدم قال لي عندك فقر الدم واخ فاطمة شحال في عمرك يا فاطمة مريم ما تسولني مسكينة وانت اللي في عمرك 32 32 واخ حبيبتي وعندك مشكل دوزتي قالوا لك عندك فقر الدم ياك بالاضافه للحريق اللي عندك في كرشك عندي الحريق في البطن ديالي ما عرفتش من هي ما عرفتش من هي يقولوا لك عندك ما باقي ما عرفتش من هاد يقولوا لي عندك على العصب عندك العصب يمكن العصب واخ شي سؤال اخر دكتور بغيتي تسولو نسولو هاد الحريق اللي عندك في المعده قلتي وشنو واش تحسي بالحموضه واش وضحي لي اكثر شو دابا انا ما عرفتش من هاد ماشي في المعده عندي بحال تنقول انا تنقول في المصران تنقول في الوالده ديالي تنقول ما بحال داك الشيء ما تفهم لي كاش باقي دابا عطاني الدكتور عطاني تحاليل وعاد غندير منو هاد الاثنين هادو ونديهم لي واخا وشنو هي التحاليل اللي عطاك عندك وشنو هو النسبه ديال باش قالوا لك عندك فقر الدم عندك ديك التحليله اللي منها داروا تشخيص ديال فقر الدم باش تعرفوا النسبه ديال فقر الدم لا مازال عاد غادي مازال عاد عطاهم لي عاد غنديرهم انا عاد غنديرهم نهار اثنين اذا مازال ما عندكش التحليله اللي بينت انا عندك فقر الدم مازال دكتور مازال ما صايبتهم وين الحريق ديالي قاتلني داك الحريق دابا فاش تنعس دابا تديني ديك الغمضه ديال النعاس وحش وقت تضربني الفايقه تنحس بالكرش ديالي من التحت بغاد تقطع عليا واخا في الكرش ولا في المعده في المصران لا في الكرش لا عندي داك الشيء بالكرش دابا ملي دوز قال لي دكتور عندك المصران من فوق وعندك الوالده تاهي من فوقها واخا ودابا شنو السؤال ديالك شنو باش نقدر نفيدك انا بغيت عن شو من هاش بغيت انا نعرف من هاش دابا فقر الدم ما عرفتش انا من هاش دابا ما عرفتش هادشي واش من فقر الدم واش يمكن لقى من فقر الدم واش من هاش واخا دابا صعيب نقولوا عندك فقر الدم وانت مازال ما درتيش التحليله داكوغ انا كنقول الانسب باش نقد زعما نساعدك انك ديري التحاليل اللي عطاك الطبيب ديالك وان شاء الله فاش تخرج لك النتيجه نقدو نوجهوك ولا نعطيوك استشاره واخا ان شاء الله دكتور حيت انا دابا ما قارياش دابا معايا البنت ديالي شويه قاريه واخا حبيبه فاطمه ما بغينا نعاونوك ولكن راه خصنا رقم على الاقل نعرفوا عليه شحال النسبه ديال الوالدين الله يرحم الوالدين انت انا هذاك الشيء من هاش رانا انا كنعاني دقزت وعاود دقزت وما عنديش وداك الشيء داك الشيء ما حيت ما تفهم ليكاش داك الشيء اللي عندي داك الشيء الحريق اللي عندي ما تفهم ليكاش اختي ايوا ديري تحاليل يا كيما قال لك الطبيب فاطمه وعاودي ما نكرش صيفطهم لنا في الواتساب بنتك تقدر تعاونك صيفطهم لنا في الواتساب واخا ان شاء الله حيت ما عنديش انا التليفون تاع الواتساب عند بنتي وتنقدر ندير ليها سميتو وندير ليها روشارج ولا عندي معايا صافي برافو عليك صيفطي لينا وان شاء الله الجمعه الجايه نحاولوا نجاوبك ونطمنك واخا شكرا الله يلاه فاطمه حبيبه شكرا الله يجيب الشفاء شكرا لك ربي يخليك شكرا لك الله يرحم الوالدين هذا واجب لاله فاطمه مرحبا بك شكرا لكم وهذا هو الغايه والهدف ياك نقدر نوصلوا لكاع الفئات العمريه الناس اللي قاريه الناس اللي تقدر تسول الناس اللي بعد شويه من التغطيه الصحيه الله يكون في الاول الجميع ويشافي الجميع يا ربي شكرا لك يا دكتور فيصل الطاهري على حضورك معنا صراحه فاحنا غادي نرجعوا سي محمد من العريش رجع معنا واخ يلا ناخذ سي محمد الا كان شي اضافه شي سؤال اخر تفضل سي محمد السلام عليكم اسيدي من جديد تفضل تقطع الاتصال ها هو معك الدكتور عاود طرح لي السؤال اللي بغيتي تفضل دكتور قلت لك ملي وقع لي واحد العصاب وتعصب شي شويه واحد التاريخ يمكن دابا من عاد من التاريخ ديال الكورونا نعم من تما ما جانيش النوم مسجل ما كيجينيش النعاس مره كنبغي النعاس ما كيجينيش النعاس ابدا واخا دابا انا من كورونا وانا متبع سي مصطفى العرض الله يجازيه بالخير والله يخلي له الصحه ديالو والجمعه وديالكم وجميع المسلمين يعني والو السي محمد طاير لك النعاس نهائيا ولا كيتقطع لك؟ لا نهائيا دابا ما كيجيش النعاس النوم ممنوع واخا كنضرب تماره وكنحاول فلاحه وكذا وما كيجينيش النعاس مسجل
كنسى بزاف كنسى بزاف تخلي بزاف الحوايج ما كنساهم واخا سي محمد باش مركز واخا باش نفهم السؤال ديالك دابا انت اللي بغيتي تسول عليه هو المشكل ديال النوم ولا عندك شي سؤال عنده علاقه مع فقر الدم؟ لا استاذ ديالنا لا حتى هذا النعاس ما كيجينيش النعاس مسقد وما كان نثبتش على راسي مزيان بعد الحوايج اللي كنساهم. التغذيه ديالك سي محمد كتاكل شويه؟ عندك شهيه ولا والو؟ شويه وصافي استاذ ديالنا الماكله ما كناكلش مزيان تغذيه مزيانه كيتسمى كناكل شي حاجه بحال اللي كنحس براسي شبعان. واخا سي محمد واش درتي شي تحاليل ديال الدم درتي شي حاجه باش تحاول؟ لا والو استاذ ما درت حتى شي تحاليل مره نهائيا. انا اول سؤال سالتكم انتم على هذه الاذاعه العزيزه ديالنا. واخا واخا سي محمد باش نفهم السؤال ديالك مزيان دونك انت المشكل عندك هو النوم اللي ما ولا مضطرب من ايام كورونا وليتي عندك شويه ديال النسيان. نعم استاذ وتعصب اول بداية ديالي لهذا المرض هذا هو العصب. واخا دائما كيف ما كان الاعراض باش يتم تشخيص مناسب دائما كاين بعض التحاليل اللي كنبداو بها كاول خطوه خاصها الدار حيت باش نشخصوا هكا سي محمد هكا غير بالكلام شويه صعيب دونك خصك تشوف الطبيب ديالك غادي يزيد يسولك ويدير معك واحد الفحص السريري بعد المدقق ومن بعد يطلب لك شي تحاليل ومن ثم باذن الله يقدر يتوجه هو في التشخيص وان شاء الله يعالج لك المشكل ديالك. خاصنا نعرفوا السبب شنو المشكل. تمام سي محمد خلينا لك راحه الله شوف الطبيب الله يرضي عليك الله يزيدك ودوز يا راه بحال الوالده ديالنا عزيزه عليا الجواري اللي هضرت معاك واحد التاريخ يوم مره في ديك برنامج ديال الحريه. مرحبا سي محمد شرف لي انا نتواصل معك سيدي وبطولة عمرك والله يحفظكم لينا لعلي خطك سيدي كاملين بكم ربي يخليك سيدي شكرا لك وسلم لنا على الناس ديال العرايش لعلي خطك. طيب العشرة وربعة ديال الدقائق مستمعينا الاعزاء مرحبا بكم معنا احنا دائما في موضوعنا موضوع اللي خاص بكبار السن كعادتنا في برنامجكم الاسري لالا فاطمة كل يوم جمعة كنتناولوا هذه الفئة العمرية كثير ديال المشاكل امراض مزمنة بعض النصائح اللي غتفيدهم واكيد ان شاء الله في الايام الجايه غادي نحاولوا نناقشوا حتى مواضيع اخرى اللي طلبتوها منا ماشي فقط غير الشق الطبي العلاجي بل حتى الوقائي لانه الوقايه مهمه بزاف هذه المساله. حاضر معنا الدكتور فيصل طاهري مشكور دكتور اختصاصي في الامراض الباطنيه وامراض الشيخوخه. دكتور نرجعوا لموضوعنا ديال فقر الدم عند هذه الفئه العمريه والخصوصيه ديالها واش ملي مثلا هذا فقر الدم تقدر يكون خطير على المسن بحكم انه اصلا البنيه الجسمانيه كتكون هشه. نعم. والعمر خد حقه كما تنقول. نعم. وبالتالي دخلنا في متاهات اللي احنا في غنى عليها وخصنا ضروري تدخل طبي علاجي باش نقدروا نقاولوا في هذا الشيء. فعلا الا بقى فقر الدم مطول كما نقولوها بالدارجه وما كاينش التشخيص وما كاينش العلاج المناسب وكيكون في بعض الاحيان الناس مسنين ما كيمشيوش يشوفوا الطبيب بصفه دوريه الا وصلت النسبه ديال الهيموغلوبين الى عقل تدوين عليها كنعتبروا فقر الدم عند الرجل اقل من 13 غرام ديال الهيموغلوبين وعند المراه البالغه فوق 18 سنه اقل من 12 غرام. الى هذه النسبه بقات كتهبط من 13 ولا من 12 وغدا كتهبط حتى توصلنا مثلا ل 8 ولا 7 فهذه نسبه خطيره. نسبه خطيره تستدعي التدخل الطبي والدخول للمستشفى لي اولا نعرفوا شنو هو السبب مره اخرى حيت هذا غير نقص فقر الدم غير عرض لمرض ما. و فاش كيجي المستشفى اول حاجه كنديرو خصنا نزيدو له الدم باش نطلعوا لواحد النسبه اللي ما يبقاش فيها في خطر حتى هذا النقص فقر الدم فاش كيوصل لهاد 7 ولا 8 كياثر على العضله ديال القلب كيولي عندك تقدر انسفينس كاردياك بزاف ديال الاشياء اللي كتضر في الجسم والقلب هو الرئيسي حيت القلب الى تضرر هو لو موتور ديال الجسم ديالنا دونك فعلا هاد النسبه خصها ما كيبقاش يوصلوا الدم القلب ما كيبقاش العضله ديالو كتضعف ما كيبقاش هو يوصل الدم للاعضاء الاخرى اذا يقدر الاعضاء كل الاخرى تضرر واحد القلب هو لو سونتر هو المايسترو اللي كيوزع تمام دونك الاجابه على السؤال ديالك نعم كاينه خطوره الى بقات تمام اذا وصلنا النسبه ديال 7 ولا 8 ديال الغرام ديال الهيموغلوبين. طيب دكتور شكرا صراحه على الجواب والتوعيه وحنا غادي ننتقلوا دائما للستوندار معنا السيده زهره من الدار البيضاء هذه المره. السيده زهره السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا لاله زهره مرحبا بك. الله يبارك فيك علينا وعليك حبيبه مرحبا تفضل لاله زهره. دكتور هو معك دكتور طرحي الاسئله ديالك شنو حاب الخاطر لاله زهره؟ انا دكتور انا ادو درت ديك التحليل ديال فقر الدم ما عنديش
التحليل ديال الكواد ما هديش وعندي واحد الالم فظيع في الراس ديالي. داك الالم مكنبغيش كنموت عادي ولكن الالم كيشدني واحد الالم مافهمتش داك الالم منين. طول النهار ولا غير في الليل ملي كتبغي تنسي؟ لا النهار كله. النهار كله حريق الراس دكتور النهار كله. واخا اذا الا سمعتك مزيان قلتي درتي التحليله ديال فقر الدم ما عندكش. درت شي حاجه فقر الدم ودرتي التحليله ديال الكواد ديال السكر ديال الكواد كل شيء ما عندكش ودابا انت اللي كتعاني منه هو هذا حريق الراس. واخا فكريني بالسن ديالك زهره. عندي 60 عام. واخا واش كنتي كتعاني من اللي كنقولوا حنا بالدارجه العاميه الشقيقه في الصغر ديالك واش كتجيك الشقيقه؟ من الصغر ديالي والراس كيضرني الطرش دونك كدير حتى حاجه بالدار ديالي كله الا الراس. واخا يعني كتجيك الشقيقه واش شفتي شفتي شي طبيب حاول يدير التشخيص علاش كتجيك الشقيقه؟ شفت الطبيب ديال الراس داك الطبيب اللي واحد الطبيب في شارع لالا الياقوت او فصل اوتوهات. المهم ما نذكروش شايفين. المهم مختص في الدماغ. ديال الراس ديال الراس. قال لي ما عندك والو كيخرج يده كيقول لي ما عندك والو داك الشدوه ديالو كيخرج لي اسبوع كيتكالم ملي كيفوت هذاك الاسبوع صافي كترجع لنفس. نعم اذا سنين باش نفهم مزيان المده وانت كتاخذي الادويه كتكالم لك واحد الاسبوع وكيعاود يرجع المشكل. واخا وفيتا درتي شي اي غام ولا سكانير ديال باش لي لا كتعش الكسكاري باغا ما درتش كنقول لي دير ليا خرج الكسكاري كيقول لي ما عندكش داكشي ديال السكان. واخا هذا الموضوع ديال الشقيقه ولا لي ميغرين كما كنقولوها باللغه الفرنسيه هو موضوع شاسع وفعلا من تخصص ديال لي نيورولوج هما اللي كيتخصصوا فيه. باش نجاوبك على السؤال ديالك زعما شنو تقدي ديري تقدي تزيدي ديري واحد المجهود مع الطبيب ديالك باش يزيد يدير واحد نقولوا خطوات في التشخيص باش يعطيك العلاج المناسب. هو فعلا الموضوع ماشي سهل ماشي سهل والناس اللي كتعاني من الشقيقه في بعض الاحيان كيكونوا دوزوا بزاف ديال الادويه وكيكون النتيجه ما كتكونش دائما زعما 100%. اذا اللي غنصحك انك خصك ترجعي عند الطبيب ديالك يعاود يدير واحد الخطوه ان شاء الله في التشخيص باش يعطيك العلاج المناسب. دكتوره كنمشي عند دائما غادي انا مشيت نهار اثنين خرج لي واحد الدواء ما خرجش شربت دابا ثلاث ايام والدواء الدواء غالي ماشي زعما وصافي تكالمت هذيك يومين بالحساب ورجع لي الان نباح نفس عرفت الوقت زعما ساعه كنشربو غالي. واخا كاين شي حويجات في حياتك كديرهم في نهارك مثلا كتوتري بزاف كتشوفي التلفازه بزاف التليفون بزاف التليفون التليفون كتشوفيه بزاف؟ ايوا قلت الدار تقريبا ما كنخرجش بزاف. ياك وشفتي العينين درتي فحص العينين لا؟ مشيت عند الدكتور ديال العينين مشيت عند الدكتور ديال الودنين مشيت عند الدكتور ديال القلب كل ما تودرتي عليهم والو. انا ماشي بلاصه اخرى كيقول لي ما عندك والو ما عندك والو. ممكن ناخذ تليفون ديال الدكتور؟ واخا حبيبه ديالي على الراس والعين. واخا زهره غادي نرجعك ستوندار غادي يعطيوك زملائي جميع المعلومات وتحيه كبيره لكم بطبيعه الحال. مرحبا بالاسئله ديالكم اكيد. مرحبا مرحبا ما كاين حتى مشكل مرحبا هذا واجبنا وحنا بعد مره كيصعب علينا انه نجاوبوا جواب شافي ووافي لانه الا كان الطبيب المعالج واحتار يعني ماما. وفعلا احنا يا الاخت سمية هنا كنعطيو استشارات صحيح. لانه دائما ما يمكنناش نعطيو شي بريسكريبسيون ولا وصفه ولا دواء وهكا بالكلام دائما خيخص المريض يتشاف ويتقلب بصفه يعني صحيح. مدققه باش نقدروا نعطيو هنا كان غير كنوجهوا وكان الا كان شي استفسار نقدروا نعطيو شي استفسار اما باش نعطيو الوصفه صحيح. اكيد هذا هو نعم. يعني هذا هو دورنا بطبيعه الحال نعم. وتحيه كبيره لكفاءتنا الطبيه مشكوره على حضوركم معنا صراحه لانه عندكم واحد دور كبير في هذه المساله هذه فتحيه كبيره للمتتبعين ديالنا الاوفياء ودائما ارقامنا راه الاشاره اللي حبيتوا تستشروا معنا كيف ما تنقولوا دائما في موضوع حلقتنا ديال اليوم اللي هو فقر الدم عند المسن كاين تبعات ديالو كثير كيف قلنا انه كيكون بعض المره خطير شويه على صحه ديال المسن. انا غادي نتكلم انك تكلمتي على واحد اللائحه من الامراض المزمنه اللي كتكون ثقة بالمسن يعني ضروري ما كيكون شي مسن عنده هذه المشاكل هذه بما فيها داء السكري دكتور امراض القلب والشرايين مشكل ديال ارتفاع ضغط الدم ما هضرناش عليه بحكم انه ارتفاع ضغط الدم ايضا واش كيقدر ياثر على الاوعيه الدمويه يقدر يعطينا هذا الموضوع ديال مشاكل نقص الحديد او مشاكل ديال
فقر الدم بصفة غير مباشرة يقد بصفة غير مباشرة يقد يدي الضعف ديال الانسفيزونس كاردياك والانسفيزونس كاردياك كتقدم لنا لي زانيمي حتى هي ممكن تاعي ممكن نعم 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 يعني إذن موضوع كيفاش نقولوا متشعب تماما متشعب وعنده توا خليتيها طرقات بزاف نعم لذلك نقولها ونعاود نقولها فاش كيكون فقر الدم فريمون كيخص يكون واحد تشخيص دقيق جدا باش يكون العلاج المناسب طيب انتقلوا للفقيه بن صالح تحيوا ساكنه ديال الفقيه بن صالح في شخص سي صالح سلموا عليها الصباح سي صالح السلام عليكم وعليكم السلام خويا سيومي الله يخليك بارك الله اخبارك سي صالح كي دايره صحيحه مزيان احسن 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 مذيعه علاش سلامتك بعدا الله يخليك رجعتوا من العطله وتسرحتوا شويه الله الحمد لله الحمد لله ربي يخليك سي صالح ونرجعوا ثاني معكم توانس كنت وحشوكم واش اللي كاين وانا دائما تنهضر معاك درقنا في كبار السن نهار الجمعه انا عندي 70 سنه ولا غادي نقول الاستاذ الطاهري غادي نقول لي بعدا شنو هما الامراض اللي عندي وعاد غادي نسولو على السؤال مرحبا سي صالح يعني مرحبا هو معك يعني هو كيسمك تفضل دكتور تفضل سي صالح استاذ انا اولا بعدا عندي 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 فيرتيج عندي واحد الودن هضرت عليها ليرام قال لي كاين شي عريق عندك ولا شي حاجه هو تيدير لك هذاك الشيء تيدير لي الفيرتيج بزاف وهذاك الفيرتيج تيدير لي صعيب يجيني بالتقيرك عرفتي ديك الدوران وداك الشيء راك عارف المهم غادي شنوريك عارف هذه الاولى ثانيا انا تنداوي على اكتئاب انا متبع مع واحد البروفيسور في الدار البيضاء هذه ثانيا ثالثا الحاجه اللي بغيت نسولك عليها هو ان عندي واحد الدوخه خفيفه مثلا انا نعطيك مثال الا كنت نصلي مثلا ونط من الركوع ونط شويه وداك الشيء نط بالزربه ما تسرحش وداك الشيء تجيني واحد الدوخه خفيفه واحد شويه فيا بزاف هاد الوقت هادي ما عرفتش شنو هي مناش واش من فقر الدم واش من شي حاجه اخرى هادشي علاش بغيت نسولك استاذ الطاهر واخا سي صالح اذا باش نجاوب على هذا السؤال هذا ديال الدوخه اللي كتجيك فاش كتكون كتصلي وكتنوض بالزربه كاين واحد نسميه تشخيص سميتو بالفرنسية نقولها بالفرنسية والأخت سمية تعاوني في الترجمة ليبوتونسيون أوختوستاتيك أنا نقولها بالعربية شنو كيوقع الجسم ديالنا عنده الضغط ديالو كيتغير حسب كيفاش واش كيكون جالس ولا كيكون متكي ولا كيكون ناعس داكو كيتغير الجسم ديالنا عنده واحد القابلية واحد القدرة أنه كيقاد الضغط ديالو إذن إذا كانت القدرة ديال الجسم باش يقاد هذاك الضغط حسب الوضعيه اللي انت جالس فيها مختله اذا كانت هذه الوظيفه ديال الجسم مختله فشنو كيوقع كيتغير الضغط ديال الجسم ديالك بصفه سريعه وهذاك التغير ديال دقيقه ونص باش يرجع فوالا الا تغير لك الضغط بصفه سريعه يقد يدير لك هذيك الدوخه اللي كتحس بها مثلا فاش تكون كتصلي ولا كتنوض بالزربه ولا كنتي جالس وكتنوض بالزربه اذا شنو هو الحل انا نعطيك شنو هو الحل الحل هو انك خصك تاخذ وقتك داكور خصك تاخذ وقتك بشويه عليك فاش غتكون غتغير من بوزيسيون بوزيسيون ولا من وضعيه لوضعيه وعموما الضغط ديالك انت تقريبا كيفاش كتعبروا شحال كيكون لا عندي انا طونسيون دكتور هذه اكثر من 30 سنه وانا عندي طونسيون ديال العين ديال الدم عندي طونسيون ديال العين عندي دابا عندي الجلوكوم وحده ضرب لي وحده العين بعدا ما تشوفش بها وحده الحمد لله راه باقي تنشوف بها ولكن متبع دائما مع الطبيب والدكاتره يوميا وداك الشيء داكو وكتاخذ دواء التونسيون شنو هو الدواء التونسيون اللي كتاخذ عندك سميزو؟ تناخذ بريزار داكو تري بيان وكيفاش داير الشرب ديالك الماء كتشرب الماء مزيان؟ تنشرب الماء درك في هاد الحال سخون تنشرب الماء مزيان وشي مرة تيطلع ليا كاع طونسيون بزاف وداك الشيء تيفوت ليا 14 مع الطبيب ديال القلب وداك الشيء تندوز عنده عطاني كاع واحد اخر حيت كنت تندير فليدكس داكور قال لي فليدكس لا راه قليلة غير غرام ونص ندير بيزار
وقال لي عود عاون بها شربوا مجوج وحده شربوا بالصباح وحده شربوا في العشيه وتشيل تندير داكو تري بيان واخا جاوبت لك على السؤال ديالك سي صالح ولا باقي عندك شي استفسار؟ هذا هو الاستفسار تقريبا اللي بغيت نستفسرك عليه دكتور داكو. وهذا تقريبا اللي انا مزيديني هو هذه القضيه ديال هذا الاكتئاب وهادشي هذا اللي مسلط عليا ما عرفتوش اللي مسلط عليا الصراحه رانا متبع مع البروفيسور في الدار وبغيت تندير الدواء لقيت النمره ديال الدويه ولا شي حاجه راه ما عندي الاكتئاب جاك حيت مرتي بزاف بهاد الامراض جاك اكتئاب ولا عندك ايضا واحد الارضيه ديال المشاكل هو اختي سميه هادشي اللي كاين هادشي هو اللي كاين هذا مع هاد الفيرتيز اللي كيجيني بزاف تيمحني وداك الشيء وما عندوش الدواء قال لي الطبيب الله انا عطاني الدواء ديالو قال لي خاصك تعيش معاه ما خاصكش تقلق وما خاصك هادي ولكن انا بالعكس راك الدنيا كلها راه تتقلق راك عارفه تتقلق وداك الشيء مرات صافي وتيجيني مره خمس ايام مره 10 ايام مره 3 ايام وداك الشيء تتقلب عليا الدنيا السماتي ولي لتحت والارض ولي لفوق الله يحسن العوان الوضع ماشي سهل الله يحسن العوان سي صالح الله يقويك هادشي اللي غندير معاك انا شخصيا تنقول لك الله يعطيك صحتك الله يقويك وتهلا في راسك بعدا كاين شي عائله اللي معاك بعدا كاين الزوجات الوليدات شويه الحمد لله كاين عندي ولدي معايا الحمد لله ايوا الحمد لله الله يخليه لك الله يخليه متزوج وولده وعندي المراه وعندي بنات مزوجات وبعد ايوا هذا افضل من عند الله الحمد لله بعدا ملي كتلقى العائله الاسره كتدعم شويه الحمد لله سي صالح الحمد لله والله يقويك وخليك كون شجاع كون شجاع الحياه راه باقا زوينه وباقي صغير باقي شاب باقي تعيش ان شاء الله الله يبارك فيك شكرا لك سي صالح شكرك اختي سميه تشكرك بزاف لا فوسي هذا واجب والله يا ودي هذا واجب لو كان عندنا العصا السحريه نداو كاع الناس ما نكرو الله يطول في عمرك سي صالح ربي يخليك عافاك اختي اسمك واسمي اشكر هذيك السيده المستقبله ديال المغرب واخا سيدي واخا على الراس والعين واخا على الراس والعين سي صالح شكرا لك غادي نمشيو نتوقفوا دكتور طاهري الا جات على خاطركم المستمعين ديالنا تواني مع فاصل اعلاني خفيف ظريف ومن بعد راجعين خليكم معنا المستمعين مسامعينا العشرة وعشرين دقيقة الوقت في الصراحة كيمر بسرعة باقي ما توقفناش بكثير ديال النقاط مهمة جوا الأخت سمية نعاود نجيو نديرو كمان دكتور في خبرك أنه ملي كيكون الكفاءة الطبية تيسمع لهم لأنه من هاد الناس محتاجة السمع نعم اللي يسمع لهم نعم ويحس بهم فعلا ياك وقف معاهم فعلا ممكن يرتاحوا شي طبيب تيكون كيسمع لهم وتياخذهم من الخاطر تيفرحوا تيبقاو يتصلوا مساكن بزاف فنسلموا عليهم كاملين الله يعطيهم صحتهم وحنا معاهم نطمنوهم اكيد باقي ما تكلمناش على التشخيص ياك الاهميه ديال التشخيص كيفاش غادي نعرفوا دكتور شنو الفحوصات اللازمه اللي خصنا نديرو خصوصا عند المسن ونهضروا على العلاجات واش نخليو هذا المسن هذاك يعني من فقر الدم ولا كاين حلول كاين علاجات مساعده هادشي كله غادي نهضروا عليه بعد ما ناخذوا اتصال سيده سعيده من تطوان سيدة سعيدة صباح الخير السلام عليكم وعليكم السلام للا سعيدة مرحبا بك لاباس على خير اش اخبارك يا للا سعيدة اش اخبارك ربي يخليك الحمد لله كي دايره الصحيحة مهمتي اش اخبارك مزيانة مريضة وصابتي لعند الله لا اله الا الله بغيت نسول دكتور تفضل للا سعيدة تفضل تفضل للا كنقدر نخلف مابقيتي كنقدر نخلف عيط بالاطباء عيط بالدواء اكثر من كيزيد ما كنقدرش نخلف والو وعصب بيا ما كان معاه شي بيا العصب كيعصبوني ولادي عندي ابني ساكن معايا وكيهضرني جي كيقول لي قدامي كيطلب وجهه كيهضرني جي بيا خدم وردت وبنيت الديار عطيتهم نسكنوا فابور هذا الخير اللي عملت كزالي بالشهر مع ولادي لا حول ولا قوة إلا بالله لما بديت نقدر نخلف دابا أنا مقرفة جالسة ولا عيناسة جيت نطفز بالعرصة عطاني دواء الناس ما كانش فيا والو آخر جلسة ماما قال معايا شي هادشي ما نقول لك يا دكتور هادشي ما نقول لك يا العصب دابا شنو نعمل العصب ديالي شنو نعمل لهم واخا واخا لاله سعيده ما يكون باس وبعدا اول حاجه ونتمنوا لك ان شاء الله الشفاء العاجل اللي غادي نقول لك هو فعلا هذا المشكل ديال سوء النوم مع كبر السن وحتى الاكتئاب هضروا عليها راه ماشي عيب كيجي بزاف واخا كيكون الواحد عنده عندي ما عارفه راه عندي اكتئاب عندي عارفه راسي
نعم نعم. هادشي كيوقع ما خصكش تقولي غير كيجي غير بوحدك وتحسي بالوحدانيه. هاد الاشياء هادي ديال سوء النوم والاكتئاب كتوقع بزاف مع الكبار ديال السن. اللي خصو يدار دائما نرجعوا نحاولوا نعرفوا التشخيص دائما. انا سمعت كان قلتي شفتي بزاف ديال الاطباء وانا ما عندي ادنى شك انهم داروا المجهودات ديالهم كلها معاك باش يديروا التشخيص المناسب ويعطيوك العلاج المناسب. بعد النوبات كتكون حالات مستعصيه نقولها بحال هكا اللي فعلا كنجربوا بزاف ديال الدويات وما كتكونش النتيجه, ولكن دائما خصنا نبقاو في التفاؤل وما نيأسوش. ان شاء الله نصحك انك تعاود تشوفي الطبيب, واخا عييتي خصك تعاود تشوفي الطبيب, لانه الا ما كانش النوم هو واحد العمود من الاعمده الاساسيه ديال الصحه عامه. اذا ما كانش النوم راه بزاف ديال الحوايج كتضرر في الجسم ديالنا, حيت خصنا ضروري نعسو باش الجسم ديالنا كياخذ الراحه ديالو, كيعاود العقل كيرتاح, الطاقه ديالو كيستعبها, كيستافد من الاشياء اللي كلاها في ذاك النهار. دونك النوم راه واحد جزء نعمه كبيره. اذا انا لا حول ولا قوه الا بالله, راه تيصعب عليك الحول ولا دكتور, الله يكون في العون. نعم لالا سعيده قلبنا معك حبيبه ديالي, الله يزيد فرحتك وتبع خطوات ديال الدكتور طاهر, ان شاء الله يا رب يكون في عوانك. وقوي راسك, حاولي تقوي راسك, الله يرضى عليك. خرجي من هاد قالتك ما بقاش كتقدر تمشى, ما بقاش كتقدر, وهي في اكتئاب. فلا حول ولا قوه الا بالله. طيب دكتور غادي نكتفي بهذا القدر من المكالمات. نعم. ونركزوا ما تبقى من الاسئله لانه نعم. باقي حويجات ما هضرناش فيهم. اهم حاجه عطينا فكره بعدا على طرق التشخيص, ممكن شنو كديروا انتم كاهل اختصاص ولا كطلبوا المريض يقوم بهذه الفحوصات باش تعرفوا راه كاين فقر الدم؟ نعم, الخطوه الاولى هي دائما تحليل ديال الدم اللي كنقولوا حنا لا ان اف اس, اللي كتعطينا اولا واش فعلا عندنا فقر الدم. باش كما قلنا واش كنا نهضروا على فقر الدم, خصك نلقاو ديك النسبه ديال الهيموغلوبين عند الرجل قل من 13 وعند المراه قل من 12 غرام. فاش كنلقاو انه فعلا هناك فقر الدم, ثم بعد فحص سريري دقيق وواحد المحاوره مع المريض, حيت كما هضرنا قبل راه كاين اسباب متعدده, واللي غادي يوجه الطبيب هو المريض. خصو يسألوا بعض الاسئله بناء على كما قلنا شنو هي الاشياء الاكثر يعني سببا حسب الشريحه ديال السن. وحنا هنا كنهضروا على الناس المسنين, اذا كما قلنا غنبداو بالتغذيه. دونك غنديروا واحد الاسئله دقيقه, غنشوفوا ذاك الشخص المسن شنو كياكل, شنو الوجبات ديالو, الكميه اللي كياكل. ومن بعد كان التشخيص كنبداو بالاشياء اللي الاكثر هذا نقص الحديد, الفيتامين بي 12, الاسيد فوليك, فيتامين بي 9, كنديروا كنشوفوا كنبداو بهذه اولا. ومن بعد حسب النتائج الاوليه كيزيد يتضح الصوره. اذا ما لقيناش هذوك الاشياء هاد الفيتامينات الناقصه, ديك الساعات كنشوفوا اذا كان قد يكون نزيف, باسكو سي تري فريكون عند الناس المسنين كيكون واحد النزيف ما كيبانش, كنديروا واحد التحليله ديال الخروج كنشكو فيه. اذا باش نعاود نجاوب على السؤال ديالك, كنمشيو مرحله بمرحله. اول مرحله هي فحص الدم, ومن بعد فاش كنلقاو فحص الدم كنبداو بهاد الفيتامينات اللي كتكون الاغلبيه عند الناس المسنين, لانهم كيكون سواء هي سوء التغذيه الكميه ما كايناش ولا الشهيه ما كايناش. اذا لقينا هادشي مزيان كنزيدو كنديرو لا بروشين ايتاب الجهاز الهضمي, وهي مرحله وحنا غاديين باش كنتعمقوا نشوفوا السبب شنو هو. تمام. نحاولوا نتكلموا كذلك على لا قدر الله المضاعفات اللي ممكن محتمله للناس اللي عندهم فقر الدم, خصوصا حنا كنهضروا على فئه مسنه اللي ما تعالجش وما داواش هاد فقر الدم. سيد عيا يأس, ما تباش, ما كملش, شو ممكن محتمل يقدر يعطينا كمضاعفات؟ المضاعفات غادي يولي واحد تعب مزمن, غادي يولي هاد الشخص المسن ما كيقدش يتحرك, فغير كينوض من فراشو باش يمشي مثلا لبيت الماكله ولا الكوزينه كيحس بالنهجه. هذا كيدل انه فقر الدم هنا ولا مزمن, وبدا كياثر له على العضله ديال القلب. غادي قد يكون عنده شحوبه ديال هذه, هذا هو العمل الشيء اللي كيخلعنا بزاف. فوالا اكزاكتومون, ضعف ديال العضله ديال القلب. وضعف ديال العضله ديال القلب هي شنو غادي دير لنا؟ غادي لنا قصور كلوي, غادي تولي واحد لاشين ديال ديال المضاعفات, سلسله ديال المشاكل, ديال المشاكل. تماما. طيب حنا ما بغيناش ندخلوا لهذا الشيء اكيد. شنو هما الاجراءات الوقائيه؟ غيقول لك هذا المسن انا بغيت نحمي, او الاسره اللي مرافقه هذا المسن, شنو نديروا كاجراءات وقائيه دكتور باش ناخذوا بالنا مثلا
باش نجنبوا هاد وعندو هاد الامراض المزمنه. نعم. يعني عايش بها وكيخدوا عليها. نعم انا اول حاجه اللي غادي ننصح هو انه الوقايه خير من العلاج. انا اللي كنفضل انه هاد الشخص المسن يجي عندنا قبل ما يجي فقر الدم ويدير التشخيص ديالو على الاقل على الاقل مره في السنه، ولا حباده الا كان ممكن كل 6 شهور هي احسن حاجه. علاش؟ حيت الشخص المسن متعرض لسوء التغذيه اكثر من اللي شاب ولا اللي هذا. دونك الا كان كيجي هذا الشخص المسن كل 6 شهور كيدير فحص طبي واللي غير مكلف، تما باش نقولوا هذا لا ان اف اس ماشي شي حاجه مكلفه، غادي نطمنوا على النسبه ديال الهيموغلوبين في الجسم ديالو كانت مزيانه غادي ندعموها ونخليوها مزيانه. غادي ننصحوه بالنصائح ديال التغذيه، نتاكدوا انه كياكل الاشياء المناسبه. اذا كان عنده شي امراض مزمنه حتى هي اللي تقد تسبب له فقر الدم، غادي نتاكدوا انها معالجه بصفه يعني مضبوطه. مثلا اذا كان عنده قصور كلوي نتاكدوا انه ماشي غادي وكيتزاد القصور الكلوي ديالو، الا عنده قرحه المعده نتاكدوا ان قرحه المعده اللي سو كونترول. دونك هذه هي احسن مرحله انه يدير واحد الفحص عند الطبيب ديال الدم، هذه هي احسن وقايه نقدروا نديروا. طيب دكتور انا كنحييك وتنشكرك صراحه في ختام حلقتنا ديال اليوم، مثلا حتى الوقت مر بسرعه. كنا سعداء انك تكون معنا في الموسم الجديد في اولى حلقاتنا يوم الجمعه، ان شاء الله تكون بركه خير وامل في الشفاء لكل مريض سواء اللي اتصل بنا اليوم او اللي سمعونا فقط عبر السماع في الميديا. الله يشفي الجميع خصوصا هذه الفئه العمريه، قلوبنا معكم والله يطمنكم وتهلاو في راسكم. ودائما كنأكد على الاسره الداعمه والمحيطه، ردوا بالكم لهذه الفئه الله يكثر خير. عمرنا ما نقولوا راه تقلعوا علينا ولا راه نمنوا عليهم ولا نغوتوا عليهم ولا نتعصبوا عليهم، فهم تياخذوها بواحد الحساسيه خاصه، فالله يكون في الاوان. انا كنقول الحمل تيكون بعض المرات شويه ثقيل، ولكن نراعيهم كيما راعونا حنا في صغرنا نراعيهم هما في كبرهم. شكرا لك دكتور. شكرا اختي على الاستدعاء. شكرا, شكرا لك. وان شاء الله نشوفك على خير ان شاء الله قريب. فيصل طاهري كان اخصائي ما شاء الله في الامراض الباطنيه امراض الشيخوخه والطب الوقائي، ضيفنا وضيفكم في حلقتنا ديال اليوم بالوالدين احسانا، وتناولنا موضوع فقر الدم لدى كبار السن.